منتظر انه يبقى في حل او حلول او تصحيح مسار مع انتخابات اتحاد كرة، ولا تتبدل اشخاص ويفضل المنهج واحد؟ على فكرة الافراد الموجودين فاهمين، طبعا فاهمين، الحكام فاهمين، مؤكد فاهمين، ودي المشكلة. احنا لما بنيجي نقول تحكيم اجنبي مش نتيجة كفاءة الحكم المصري، نتيجة ان في ضغوط كتير جدا وحاجات كتير جدا بتؤثر على القرار. مؤكد لما يطلع حكم يقول للحكم حب نفسك اكتر، هو قالها يعني هو قالها وانا متاكد ان هو ندمان على انه قالها. بس طلعت كده، ايوه عفويه يعني، هي طلعت بتوصف الحاله مظبوط. وده اللي انا بقوله الامين عمر بكره، حب نفسك اكتر، ما تفكرش في اي حد، لا بره الناديين ولا في الناديين. لكن ان انت كل الصفاره في الاسبوعين اللي فاتوا متاثره، مين اللي عنده انذارات ما ادلهمش، ونشوف كيعان متعمده ودهس على الاقدام والاناقل متعمده عشان متابع انت التفاصيل يا باشمهندس. يا سيدي مش ممكن، مش انا ده القهوه متابعاه. صحيح صحيح، عندك حق، يعني هنخفي الحقيقه؟ عندك حق. ايوه وبعدين نقوم عشان ندرع على يعني بشطاره وبراعه نهاجم الحكام، احنا المستفيدين بقى نهاجم التحكيم عشان الامور تعدي. لا انت لو في صفاره عادله، اولا ازاي ينعكس ده على ضرر الكره المصريه؟ انت لما بتعود اللاعب المصري انه يدي كوعه وما يتحاسبش، يجي في اول ماتش دولي يطرد، يدوس على الانكل وما يتحاسبش، يجي في اول ماتش يا يطرد يا ياخد انذار. طيب في الماتش بقى بتاثر من الناحيه الفنيه مؤكد، لان انا واخد حصانه فبلعب بجرأه في الدفاع في اي حته، جوه ال 18 بره ال 18 بلعب باجريشن وقوه مبالغ فيها، فبيبقى لي الغلبه الفنيه لان بخوف اللي قدامي.